السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر. بيان لسماحة السيد القائد السيد مقتدى الصدر عزه الله يمنع من خلاله السيد عون آل النبي من التواصل مع العشائر منعا باتا لما يسببه هذا الأمر من إحراج وإزعاج سماحته وله. باسمه تعالى يمنع الأخ السيد عون آل النبي دام عزه من التواصل من العشائر منعا باتا، فهذا أمر يسبب لنا وله الإحراج والإزعاج، فأهيب بالجميع الالتزام بذلك وعدم استعمال اسمه في دوائر الدولة وفي الأعمال التجارية والاقتصادية، وإلا فيحق لنا وله مقاضات كل من لم يلتزم بذلك. والسلام على من اتبع الهدى السيد مقتدى الصدر.